السلام عليكم. اليوم جينا نتكلموا على الطريقه كيفاش نغيروا لا مومبران ديال هذا النوع ديال السخان ديال الغاز، واللي كتكون اللي كيكون اوتوماتيك، وكيفاش نقدروا نشخصوا بان المشكل من لا مومبران قبل ما نحلوها. يعني كتلقى بزاف ديال كدير بزاف ديال المراحل كدوز، عاد ممكن تقدر تحكم بان لا مومبران باش بلا ما تحلها وتصدق تلقى ماشي هي اللي من المشكل. كما كديروا معايا في الاول كيبان لكم، كنحيدوا نحاول نحيدوا البطونات ديال الغاز وديال الزياده ديال الماء والنقصان ديال الماء، ونحلوا هاد الفيسات اللي كيكونوا هنا، كيكونوا شادين هاد لاكارتيرا ديالهم، هاد لاكاش ديال الشوفو. كتشوفوا معايا كنحيدوا الكارتيرا ديالنا، اول حاجه قبل ما نحلو الشوفون نعرفو لا مومبران واش خدام ولا ما خداماش، كنحاولوا نديروا واحد الحوايج اللي كيكونوا بساطين. اول حاجه كتلقى الشوفو خدام ما كيتكتكش، علاش ما كيديرش داك الصوت ديال التكتيك؟ كما قلنا كنجربوا بعدا واش الحجره خدامه ولا ما خداماش. كما قلنا كنجيو لهاد السويتش هادي، ملي كنديروا لها كابينتينا راه كتخدم، يعني الحجرات راه خدامين، البواطه راه خدامه. كنعاودو نشوفو الجهات السخون، ملي كنطلقو الماء من البارد باش كيمشي كنحاولو نحيدو الفيكسيبل اللي كيكون راكب عندنا هنايا في الجهات السخون، وكنطلقو الماء ديالك باش الماء غير كيدخل كيخرج دغيا باش كيبين لنا واش الماء واش الشوفو مبوشي ولا ما مبوشيش. يعني الا طلقتي الماء وخرج الماء مجهد راه اوتوماتيكمون الماء راه كيولي كيخصك تافك وماشعش، راه باين المشكل راه في لا مومبران. ولكن الا طلقتي الماء وكان الماء قليل بزاف راه ما غيبانلكش. وباش قلنا حنايا ان هاد القضيه ديال الشوفو باش تقدر تعرف بان لا مومبران في الاغلبيه في الالكترونيك راه كتكون فيهم ساهله باش تعرفها، حيت ملي كيتطلق الماء كدوز كترد البال غير لهاد السويتش هادي، غير شتي السويتش ملي تطلق الماء شتي السويتش دارت هكايا، واخا ما يتكتكش. واخا نقولو حنا مثلا الحجره ما كايناش، نقولو حنايا ما كاينش الحجره، حنا نقولو ماشي مشكل. المهم اللي كنردو مع البال هو اننا كنشوفو السويتش واش تحركات، الا تحركات يعني لا مومبران راه مزيانه، ولكن الا ما تحركاتش يعني الماء دخل لا مومبران كتكون هنا، الماء ملي كيدخل كيدفع هذيك لا مومبران كتدفع اللاكس خصو يدفع هذه هي، يعني كيدير هكا باش كدير امرش. ملي كتطلق الماء ويخرج لك الماء السخون هنا مجهد وهاد اللاكس ما كيتحركش يبقى واقف كما كتشوفوا معايا هكا، راه عارف اوتوماتيكمون راه لا مومبران هي اللي متقوبه. هادي من جهه. دابا كيفاش ممكن نبدلو لا مومبران؟ راه كتكون طريقه ساهله، يعني كنشوف كنجيبو معانا بانسا غاز، كنحلو هاد الراكور هذا هو اللي كيكون شاد في الراديو كيكون شاد في الجروب، كنحيدو بحال هكا، كنجيبو الطونوفيس امريكا، كنحلو واحد الجوج فيسات اللي كيكونو شادين الجروب هما اللوالا، ها الفيس الاول وهنا الفيس الثاني، كيكونوا اغلبيه كيكونوا جوج. من بعد كنحلو هاد ربعه د الفيسات اللي كيكونوا هنايا في بلاصه اللي كيكونوا في بلاصه لا مومبران. نحاولوا نقربوا الصوره باش يبان لكم مزيان. كما كيبان لكم معايا كنحلو هذا، ها هو راه كيكون ربعه، من الأحسن يكون الطرنفيس طويل باش يجيكم ساهل في الحلال.
من بعد ما حلينا الفيزات كاملين، انتوما كتشوفوا معايا، نحيدوا الجروب غير بشويه. ده هو الجروب ديالنا، من هنا كيدخل الماء، هادي كتكون هكا باش كيدخل الماء كيدفعها، باش كيدفعها كتدفع اللاكس، وهادي هنا لامومبران. ديال لامومبران هنا نقلبو نشوفو واش مقطعه، هانتوما كيما كتبان لكم معايا، يعني لامومبران من تكون مقطعه راه ما غيشعلش الشوفو، خاصها هي اللي كتدفع هاد اللاكس هذا. هو هانتوما هنا هي اللي مسؤوله كتدفع هاد اللاكس هذا، ملي كتكون لامومبران هنايا هي اللي كتدفع. لامومبران خصكم تعرفوا فاش تبغيو فاش تحيدوها، تعرفوا دائما هاد البلاصه اللي كتكون غارقه، هانتوما دابا هادي غارقه وهادي طالعه للفوق، دائما هاد الغارقه هادي هي اللي كتكون من الجهه ديال هاد اللاكس اللي كيتدفع، ماشي من الجهه الاخرى، ماشي من الجهه اللي كيجي منه الماء. هادي الغرقه دائما كتكون من الجهه ديال اللاكس، اما الجهه اللي كيجي منها الماء هي اللي كتكون خارجه من هنايا كما كيبان لكم. هانتوما دابا كنجيبو مومبرا اللي كتكون كتشبه لها، اللي ما يكونش بيناتهم الفرق، اللي يكونوا قد قد في نفس الخدمه ونفس العباره، وتحاول تكون دوريجين. هي باش ما تبقاش تسيل وباش تخدم، حتى شي الا كانت ماشي قدها قل منها بشويه ولا اكثر منها بشويه تقدر اما تبقى تسيل وما تخدملكش. وفي التركاب ديالها راه ساهله، دائما كما قلنا البلاصه اللي غاطسه كنردوها هنايا، وكنجيبو الجروب وكنحطو غير بشويه، كنحاولو ندخلو غير بشويه، نردو لبلاصتها. وكنشدو الفيسات ديالنا اللي كيشدو الجروب، كديرو واحد الفوق مكنزيروش بزاف، كنخليو غير كيشد بعدا بلاصتو، وكنجيبو الفيس التاني كنديروه مقابل ليه لتحت، منديروش هذا مع هذا هنايا ولا هذا هنا، كنديروه مقابل باش كيدخلوا قد قد. ديك الساعة نزيرو، نزيرو الفوقاني ونزيرو التحتاني، باش كيمشي كيبان لنا واش شادة بلاصتها لا مومبران. من بعد كنزيدو الفيسات الاخرين، كيتزير مزيان باش كنضمنو بانه راه ما غاديش يسيل. كنردو الفيسات ديالنا ديال اللي شادين الجروب حتى هو مع الكارتيرا ديالو، الفيس الثاني والراكور تاهو كنردو لبلاصتو، نحاولو ندخلو غير بيدينا غير ساهل، إلا شفتيه ما كيبغيش يدخل بسهولة عاود حل عاود ردو.
ونزيره. كما كتشوفوا معايا احنا راه المبران صافي، رديناها بلاصتها بكل سهوله، ما تعديناش 10 دقائق. ولا شي تساؤل ان شاء الله يخليه لي في التعليق باش نحاول نجاوبكم عليه، وشكرا لكم.